المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بإزالة الشعر من الجسم بمكونات بسيطة جدا، مكونات سهلة مهلة، إن شاء الله غتنال الإعجاب كل من غادي تجربها. فولا سويت ولا شفرة ولا وجع نهائيا، سيختفي الشعر من الجذور. إن شاء الله تجربة غتكون أمامكم مباشرة باش هكذا تعرفوا لي ديتاي ديال الوصفة وتفهموها أكثر إن شاء الله. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تستفدوا منها سواء بالقليل أو بالكثير، أكيد أهم شيء هو تخرجوا بالاستفادة. بالنسبة لهاد لاغوسيت فغنحتاجو فيها 3 ديال المكونات، غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله في طريقه التحضير وفي كل هاد الاشياء هادو. ولكن قبل فنبغي نرحب بكل من كيزور هاد القناه وبكل من كيشاهدها سواء نساء ولا رجال، فمرحبا بالجميع، مرحبا بالناس القدامى وحتى الجدد معنا في هاد لاشين. الا كنتي اول مره كتشاهد هاد القناه ولا كتشاهدي هاد القناه، فما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلي زر الجرس، تخلينا تعليقات الاقتراحات الاستفسارات اسفل هاد الفيديو، وايضا شنو تبغيو تشوفوا في فيديوهات قادمه ان شاء الله، شنو الوصفات اللي تقترحوا علينا، فمرحبا بهم. حتى نتوما الا بغيتوا تبارطاجيو معنا ولا تشاركوا معنا الوصفات ديالكم الطبيعيه الشخصيه اللي نتوما ديجا مجربينهم ولقيتوا عليهم نتائج مزيانه، فاكيد نبغي نرحب باي وصفات ديال اي شخص في التعليق، فقط تكون مجربه ومضمونه، وانا شخصيا اكيد الا عجبتني غادي بارطاجيها ولا نجي نشاركها معكم هنا في القناه اللي تعم الفائده للجميع. باش ما نطولش عليكم اكثر غنمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غنحتاجوا له في هذه الوصفه هو الشبه اولا مسحوق الشبه. بالنسبه للشبه رائع جدا في ازاله الشعر من الجذور، ايضا ما كيزول لينا ديك الرائحه الغير مستحبه في منطقه ديال الابطين الى اخره، فعنده صراحه عده استخدامات وعده مزايا. بالنسبه لتاني مكون غنحتاجو له في هاد لاغوسيت هو الترمس بودرة. كيكون الترمس متوفر عند العشاب ولا عند العطار، اقرب عطار غتقولوا ليه الترمس سواء بودرة او لا بودور غادي يعطيهم لكم. الا بغيتوهم بودور فخصكم تجيبوهم ودكوهم بعد طحنوهم وتسحقوهم وتغربلوهم، سينو الا كنتو كتعرفوا شي عشاب ثقه موثوق فيه كيبيع دائما المكونات يعني بدون اضافات، فاكيد خذوا من عنده الترمس بودرة غيكون افضل يسهل عليكم العمليه. وبالنسبه للترمس فما كيخليش الشعر ينمو نهائيا، خصوصا السيدات اللي كيكرروه وكيستخدموه مرارا وتكرار. بالنسبه لاخر مكون اللي هو غنخلطو به كل من الشبه وكل من الترمس اللي هو العسل ديال السكر، ماشي عسل النحل الحر، ماشي العسل الطبيعي. بزاف السيدات كيخطئوا في هذه المساله وكيقولوا لي واش في وصفه لازاله الشعر من منطقة العانة والإبطين أو لأي منطقة موجودة في الجسم سواء الساقين ولا أي منطقة واحدة أخرى، يعني كانوا كيقولوا لي واش نستخدموا العسل الحر. العسل الحر كنستخدمه فقط لبشرة الوجه ديالنا باش نبانو في أبا وأحسن حلة، أما لإزالة الشعر فغير العسل ديال السكر هو اللي غادي نحتاجوه في هذه الوصفة، ما غاديش نحتاجو شي حاجة أخرى. فهو العسل ديال السكر هو اللي غادي نعملو في هذه لاغوسيت هذه. وهادو هما كل المكونات اللي هما الترمس بودرة، الشبة بودرة. بالنسبة للشبة حتى ممكن تجيبوها حجر وطحنوها اولا دقوها في المهراز، من بعد تعودوا تطحنوها ومن بعد تسحقوها وتغربلوها باش هكذا تكون بودرة ناعمة، لانه الا كانت بودرة فيها بعض الحبيبات فبالتالي الوصفة ما غتنجحش كما الا كانت بودرة. وهادو هما كل العناصر اللي غنحتاجو في هاد الوصفه، يعني مكونات بسيطه جدا غتزول لينا ان شاء الله الشعر من جميع المناطق الموجوده في الجسم سواء العانة الابطين الساقين اليدين اي منطقه فيها شعر زائد، فغادي نزولو منها الشعر بلا شفره بلا حلاوه بلا حتى شي حاجه ان شاء الله، فقط بهاد الوصفه الطبيعيه في البيت ديالك ولا في المنزل ديالك غادي تخلصي من الشعر، وايضا ما غاديش يبقى ينمو نهائيا الا داومتي عليها يعني واحد جوج المرات فقط في الشهر او ثلاثه يعني على الاكثر، فكوني متاكده انه الشعر ما غاديش يبقى المحتوى ان كنتي مشعره، لانه بزاف السيدات كيسولوني في ساعه كيقولوا لي انا مشعره اولا انا عندي الشعر دائما كثير،
فكنقول لك واخا تكوني مشعره واخا يكون عندك الشعر كاين مو بكميه كبيره وكثيره في الجسم ديالك، فان شاء الله غادي تخلصي منه بواسطه هذه الوصفه هذه. غير تحاولي تتبعي المراحل خطوه بخطوه باش تنجح معاك ان شاء الله. فدابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ اناء فارغ وغادي نبدا كنضيف له المكونات ديالي. اول حاجه غنبدا بالترمس جوج المعالق اولا ثلاثه بلوتو، من بعد غادي نضيفو الشبة، ومن بعد غادي نضيف العسل. فكنبقاو نخلطو ونضيفو المكونات حتى كنحصلو على الخليط اللي بغينا. انا غادي هنا نعاود نزيد نضيف الترمس، عفوا نضيف يعني الشبة، الترمس يعني ضفناه، القوام ديال الوصفة دائما كيبقى اختياري على حسب واش بغيتو عقد او لا سائل او لا في المتوسط. غادي نزيد نضيف واحد الملعقة، ومن بعد الوصفة كتصبح جاهزة للاستخدام او للاستعمال. فانا ان شاء الله غادي نطبقها معكم باش هكذا تعرفوا كيفاش غادي تزولوا الشعر الزائد من الجسم. فبعد ما كتصبح الوصفة بهذا الشكل كتاخذوا القليل منها وكتبداو تطبقوه على اي منطقة بغيتوا تزولوا منها الشعر بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذه الوصفه فممكن تعملوا لها جوج ديال الطرق، اي طريقه جاتكم مناسبه وجاتكم سهله فهي اللي تستخدموها على الاخرى. فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا، الطريقه الاولى هي تخليوها تجف تماما او لا تنشف حتى كتحسوا بها كرمات، ومن بعد كتبداو تفركوا عكس نمو الشعر او اتجاه نمو الشعر على حسب كل سيده، وبالتالي الشعر كيبدا يتطاير تدريجيا بواسطه هذه الوصفه هذه. الطريقه الثانيه هي انكم تاخذوا ورق الشمع تخليوا الوصفه حتى تنشف غير شويه، يعني ما تخليوهاش حتى تكرم بزاف، غير تنشف غير واحد 3 دقائق او 5 دقائق، ومن بعد كتاخذوا ورق الشمع وكتطبقوه على هذه الوصفه وكتزولوه، وبالتالي كيمشي بحال الحلاوه، يعني كي يمشي لينا الشعر. ولكن هذه اكيد وصفه طبيعيه منزليه ماشي بحال الحلاوه اللي كنستخدمو عاده. ف يعني جوج ديال الطرق، الطريقه الاولى شرحتها لكم، الطريقه الثانيه حتى هي شرحتها لكم، اي طريقه تجيكم سهله مهله فهي اللي تستخدموها، سواء الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه بجوجهم سهلين، واي طريقه جاتكم بسيطه فهي اللي تمشيو عليها. ممكن تعملوا طريقه ثالثه هي انكم تعملوا طبقات يعني كثيره من هذه الوصفه هذه وتخليوها حتى كتنشف، ومن بعد كتزولوها بهذه الطريقه هذه، يعني الوصفه كتبدا تمشي بالكامل
يعني هذه الطريقه الثالثه، ولكن خصكم باش نجح معكم خصكم تعملوا طبقه فوق طبقه فوق طبقه، يعني خمس طبقات الى ما فوق باش نجح معكم، وتخلي واحد حتى كتجف تماما يعني حتى كسكرم عاد نجح معكم بهذه الطريقه اللي وريتكم اللي هي اخر طريقه وهي الطريقه الثالثه، يعني باش نجح معكم ان شاء الله. اما الطرق الاخرين فهما كيجوني اسهل صراحه، داكشي علاش شاركتهم معكم هما الاولى. الطريقه الثالثه خليتها هي الاخيره بالنسبه للسيدات اللي كيبغوا يستخدموها، اما الناس اللي ما باغينش يستخدموها فاكيد اعتمدوا غير على الطريقه الاولى كتجيني اسهل، هي انكم تخليوا الوصفه تجف ومن بعد تبداو تفركوا الوصفه اتجاه نمو الشعر، باش هكذا يعني ما تعذبوش، وصفه تجيكم بسيطه جدا وسهله مهله في المتناول ديال الجميع. وبالنسبه لهذه الوصفه راه الا استخدمتوها المره الاولى والمره الثانيه ما غتبقاش او ما غيبقاش بلوتو الشعر ينمو بالكميه اللي كان كينمو بها مسبقا، ومني كتداوموا عليها وكتوضبوا عليها الشعر ما بقيتوش غادي تشوفوه نهائيا، وصدقوني فقط جربوها وردوا علينا في اسفل هذا الفيديو هذا. فما تنسوناش بالبيج لايك واشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتخليونا تعليق زوينه في حالكم، وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.